السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا لو تفتكروا اتكلمنا في المحاضرتين الأولى والرابعة، الوحدة الأولى والوحدة الرابعة، الأولى عن أهمية الإدارة بالأهداف ومفهومها ومتطلبات نجاحها ومزاياها، والوحدة اللي بعد كده الرابعة اتكلمنا فيها عن طريقة تحديد الأهداف. هنا بقى في الوحدة دي هنركز على مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات. ليه؟ لأن هي زي ما أنا موضحة لكم بين قوسين هي جوهر الإدارة بالأهداف. إدارة بالأهداف قائمة على المشاركة بين الرؤساء والمرؤوسين في اتخاذ القرارات في جميع وتحديد الأهداف في جميع المستويات الإدارية. هنتكلم عن المفهوم، عن الأهمية، عن صور المشاركة، عن إيجابيات وسلبيات. تمام، نيجي بقى المفهوم المشاركة برضو مقسماه زي العادة زي ما عملنا في اليونتات التانية. مفهوم المشاركة يعني ايه؟ دعوة الرئيس للمرؤوسين والالتقاء بهم لمناقشة مشاكلهم في العمل ومحاولة الوصول الى افضل الحلول الممكنة له، مما ينتج عنه خلق الثقة بين الرئيس والمرؤوسين. يعني هما الاثنين مع بعض بيعملوا كل حاجة، من تحديد الهدف للتقييم لاي مشاكل تكون عندهم. اذا هو الدور ليهم. نيجي نشوف بقى أهمية المشاركة في اتخاذ القرارات. مشاركة المرؤوسين للرؤساء يساهم في إيجاد بدائل عديدة ومقترحات متنوعة، مما يتيح الفرصة للرئيس للاختيار من بينها. يعني إيه؟ يعني المرؤوسين لنفرض إن هم 10، كل واحد هيقول رأي، وبالتالي دي كل رأي في حل المشكلة أو في تحديد الهدف يمثل بديل، فبيبقى قدام الرئيس فرصة كبيرة ان هو يعمل ايه؟ ان هو يختار بديل من البدائل دي. تمام؟ المشاركة تساهم في ان تكون القرارات اكثر واقعية. ليه؟ لان العاملين هم الذين يدركون واقع وعمق المشكلات التي يعيشونها او اللي بتواجههم في العمل. برضو بنقول المشاركة تتيح فرصة تحقيق العدالة والدقة في اتخاذ القرارات. يعني ايه؟ يعني الرئيس ما بيتحيزش لنفسه وبيستحوذ على اتخاذ القرار ليه هو بس، ما بقاش مركزية، لا ده هو بيخليهم هم يشاركوه وكلهم يبقوا موافقين على القرار. كمان المشاركة بتساهم في امداد الرئيس بالمعلومات الكافية واللازمة لاتخاذ القرار السليم. مين اللي هيمده بالمعلومات دي؟ المرؤوسين. كل مرؤوس بيبقى عنده معلومة تخص المشكلة او تخص اتخاذ القرار فبيديها للرئيس، فبينتج عنده عدة معلومات يقدر يختار من بينها ويناقش. المشاركة تدعم الثقة بين الرئيس والمرؤوسين وتحفز العاملين وتزيد ولائهم للمنظمة. يعني ايه بتدعم الثقة بين الرئيس والمرؤوسين؟ يعني لما يشاركوا هما مع بعض الرئيس والمرؤوسين في تحديد الهدف واتخاذ القرار والى اخره، وبعدين يجي بعد كده يتم اتخاذ القرار من نتاج هذه المشاركة كلها، هيبقى في ثقة بين الرئيس والمرؤوسين. ليه؟ لأنه مش هيستحوذ بقرار من نفسه أو وجهة نظره هو، هيجمع وجهات النظر كلها ويتفقوا مع بعض على وجهة نظر، وبالتالي هيبقى في ثقة بين الرئيس والمرؤوسين. طيب احنا كده قلنا مفهوم المشاركة في اتخاذ القرارات، وقلنا ايه أهمية المشاركة في اتخاذ القرارات. في صور بقى أو طرق للمشاركة في اتخاذ القرارات. الطريقة الأولى أو الصورة الأولى بالنسبة للقرارات التي تتخذ عن طريق مجالس الإدارة. يا ترى دي قرارات نوعها ايه؟ هنشوفها. اتخاذ القرارات عن طريق اللجان، برامج الاقتراحات، كل دي صور لاتخاذ القرارات. طيب نشوف اتخاذ القرارات عن طريق مجالس الإدارة. أولا نوعية القرارات اللي بياخدها مجلس الإدارة هي القرارات الصعبة، هي القرارات الاستراتيجية، هي القرارات التي تحتاج إلى دقة وتفكير وخبرة كبيرة، عشان كده بنركزها في بتكون مركزة في صورة مجالس الإدارة، مجلس الإدارة والأعضاء. حيث يجتمع رئيس مجلس الإدارة مع أعضاء مجلس الإدارة في المنظمة لمناقشة الأمور الهامة زي ما قلت لكم التي يصعب فيها تفويض السلطة للآخرين، يعني المستويات الأقل مش هتقدر تقوم بالمهمة دي. يتم اتخاذ القرارات في مجلس الإدارة بعد دراسات ومناقشات وتدقيق للآراء واستخلاص أفضلها بأغلبية الأصوات. يعني أغلبية الأصوات بتاعت مين؟ بتاعت أعضاء مجلس الإدارة. عشان كده لازم الأعضاء دول على الأقل يوصلوا للنص،
لو أقل من النص مش هينفع يعقد الاجتماع ولا يتم المشاركة في اتخاذ القرار، ممكن يتأجل. في عندي الصورة الثانية، اتخاذ القرارات عن طريق اللجان. يقصد باللجان ايه؟ مجموعة من الأفراد يتم اختيارهم من قبل الإدارة. يا ترى الأفراد دول عندهم خبرة؟ أيوة بيبقى عندهم خبرة في المجال اللي تم اختيارهم فيه، يختارهم في مجال الإنتاج، في مجال التسويق، في مجال البيع، أيا كان. الناس دي هتعمل ايه؟ يا إما يطلب منها النظر في مشكلة معينة خاصة بالتخصص بتاعهم واتخاذ قرار لحلها، أو بحث مشكلة وجمع معلومات عنها وتقديم اقتراحات للإدارة، وهي الإدارة تتولى عملية اتخاذ القرار، أو النظر في مشكلات دورية عادية على طول بيواجهوها، مثلا مشكلات ظاهرة الغياب بتتكرر، مثلا مشكلات بيواجهوها المرؤوسين بالنسبة للصراعات اللي بينهم، بالنسبة لضغوط العمل وهكذا، ظروف العمل. طيب، تتكون اللجان دي في مستوى واحد؟ لا، في المستويات الإدارية المختلفة، عليا وسطى تنفيذية، من ايه؟ من ممثلين عن الادارات المختلفة لدراسة الموضوعات التي تحال اليها، من ادارات البيع التسويق زي ما قلت لكم ان هي حسب التخصص اللي هم بيمثلوه هيتم تشكيل اللجنة. طيب، عندي كمان حاجة اسمها برامج الاقتراحات. يوجد صندوق للاقتراحات في المنظمة. الصندوق ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان كل اللي عنده اقتراح لتحسين ظروف العمل يقدمه. طيب، يقوم العاملين بتقديم اقتراحات بالنسبة لمشكلات العمل او تحسين ادوات العمل او تحسين ظروف العمل او تحسين الانتاجية. طيب، بيعملوا الاقتراح ده على ايه؟ في نموذج، على نموذج خاص بالاقتراحات، تمام، ويتم وضعها في صندوق الاقتراحات. يبقى في صندوق كده في مدخل المنظمة بيبقى موجود مكتوب عليه صندوق الاقتراحات. صندوق الاقتراحات ده بيوزعوا نماذج على العاملين في الادارات المختلفة، يقول لهم اللي عنده اقتراح يكتب الاقتراح بتاعه على النموذج ده. وبعد كده تقوم لجنة خاصة بعد فترة، مثلا كل شهر مثلا على سبيل المثال، تقوم لجنة خاصة بدراسة الاقتراحات وتحديد درجة الموافقة عليها او رفضها حسب ما توافق ظروف المنظمة. نيجي بقى الرابعة، ايجابيات وسلبيات المشاركة. عندي ايجابيات يعني مزايا، سلبيات يعني عيوب، يعني صعوبات عيوب، يعني كله بمعنى واحد. تعالوا نشوف ايجابيات المشاركة. بما ان العاملين بيشتركوا مع الرؤساء في اتخاذ القرار وفي تحديد الاهداف والبدائل المختلفة، ده هينتج عنه ايه؟ اول حاجة، شعور العاملين المشاركين بانهم اصحاب القرار وبذل كل الجهد لتنفيذ القرار وتحقيق الهدف. ادي حاجة. الحاجة التانية، المشاركة تنمي لدى العاملين القدرة على التفكير العلمي السليم والقدرة على التفكير الابتكاري، لان هم في الادارة التقليدية بنلاقي او المنظمات التي لا تطبق المشاركة ايه؟ العاملين تقليديين روتينيين ما بيقدروش يفكروا بطريقة علمية ولا ابتكارية، لكن دي المشاركة هتساعدهم على كده. المشاركة وسيلة فعالة لتحقيق الاتصال الفعال بين الرئيس والمرؤوسين. ليه؟ بيتم عقد اجتماعات باستمرار عشان يحصل تبادل وجهات نظر لغاية ما يوصلوا لمجموعة من البدائل ويناقشوها مع بعض ويختاروا البديل المناسب ويتفقوا عليه. طيب، دي برضو تبع ايجابيات ايه؟ المشاركة. المشاركة تحقق الثقة المتبادلة بين الرئيس والمرؤوسين. ليه؟ لان هو بيشركهم ولا ينفرد بسلطة اتخاذ القرار، وبالتالي بيثقوا فيه، يعني بياخد رأيهم وبياخد في الاعتبار هذا الرأي في اتخاذ القرار. المشاركة تؤدي الى اقامة نوع من العلاقات الانسانية بين الرئيس والمرؤوسين نتيجة للتقارب بين الطرفين. زي ما قلت لكم في اجتماعات مستمرة بين الرئيس والمرؤوسين، يعني الرئيس مش قاعد في مكتبه، لا، ده هم في اجتماعات مستمرة، فده بيحصل عنه تقارب ويؤدي الى اقامة نوع من العلاقات الانسانية. بتساعد المشاركة على ترشيد اتخاذ القرارات، لان القرار يكون نتاج لاراء وافكار جماعات العمل اللي هم المرؤوسين. ليه؟ لان هم عندهم خبرة اكتر في الواقع العملي بتاعهم، هما اللي لمسين الواقع اكتر من الرؤساء. تقلل المشاركة في اتخاذ القرارات من فرص الغائه او تعديله بعد اتخاذه، وتجعله اكثر ثباتا واستقرارا لانه قائم على مشاركة المرؤوسين مع الرئيس في اتخاذ القرار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو القرار بيبقى نتاج اراء المرؤوسين كلهم، وبالتالي مش مفروض عليهم، وبالتالي فرصة الغائه او تعديله مش هتبقى موجودة. تمام؟ طيب، في كمان عندي في بقى سلبيات المشاركة. احنا قلنا في سلبيات خاصة بالرؤساء وسلبيات خاصة بالمرؤوسين، تمام؟ يعني ده تبع الايجابيات والسلبيات، هنا هنتكلم عن السلبيات.
في سلبيات خاصه بالرؤساء وفي سلبيات خاصه بالمرؤوسين، يعني كل من الطرفين له سلبيات. سلبيات خاصه بالرؤساء قد تكون المشاركه صوريه، يعني ايه؟ الرئيس ياخد اراء مرؤوسيه في صنع القرار ولكن في النهايه ينفرد بسلطه اتخاذ القرار، ادي اللي بيعمله، فما بقاش في ثقه بقى، يقول لك ده هو بياخد راينا على الفاضي. اسلوب المشاركه قد يكون غير عمليا بسبب ايه بقى؟ ان طبيعه عمل المديرين لا تمكنهم من تبادل الراي مع مرؤوسين، مش متعودين اولا على كده، ثانيا لانهم مقيدون برؤسائهم اللي بيملوا عليهم تمام التزامات معينه، يعني ممكن الرئيس يقول له الناس دي تشارك معاك في حدود معينه، وبالتالي هو ما يقدرش يسيب لهم الحريه كامله. ان معظم الرؤساء لا يؤمنون بالمشاركه في اتخاذ القرارات، يعني هم تعودوا حسب الاداره التقليديه ان هم اللي ينفردوا باتخاذ القرار، فعشان كده مش اصلا ما عندهمش ايه ايمان بهذه المشاركه. تحتاج المشاركه الى ان يتمتع الرئيس، مش يمتنع، معلش هي جايه يمتنع، معلش هي يتمتع الرئيس بقدره فنيه واداريه ومهاره وكفاءه حتى يستفيد من اراء مرؤوسيه، يعني ايه؟ يدير الجلسه بتاعه المشاركه، عارفين قدره فنيه، يعني عنده العلم بدقائق الامور اللي بياخدوا فيها قرار، تمام. الناحيه الاداريه عنده القدره على قياده اللي الجلسه بتاعه المشاركه. في بقى سلبيات خاصه بالمرؤوسين، يعني مش الرؤساء بس، لا المرؤوسين. اولها عزوف، يعني ايه؟ يعني هم بيمتنعوا، هم مش حابين. عزوف نوعيات من العاملين في المنظمة عن مشاركة رؤسائهم في اتخاذ القرارات، هم مش عايزين يشاركوا، ليه يا ترى؟ يا اما لعدم ثقتهم بانفسهم في المشاركة، يا اما بعض العاملين يكونوا مشاغبين يثيروا الاضطرابات مما يحول دون المشاركة الفعالة، يعني هم بيبوظوا الجلسة بمعنى اصح. قد يكون المرؤوسون من النوعية التي لا تميل إلى تحمل المسؤولية، يقول لك إحنا لو شاركنا في اتخاذ القرار هنتحمل مسؤولية إيه تنفيذه، ولا يرغبون في الاعتماد على النفس مما يقف عقبة دون تحقيق